النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية، مساء الخير. البداية مع العناوين. منظمة اتحاد شبيبة الثورة تقيم احتفالية مركزية بمناسبة عيد الشبيبة 53 في قلعة حلب. وزير التربية يلتقي أعضاء برلمان أطفال ريف دمشق لمناقشة الواقع التعليمي وصعوباته. وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة تشاركان في المؤتمر الثالث لشباب العالم حول اللطف. تحت رعاية المهندس هلال الهلال الأمين المساعد لحزب البعث، احتفال مركزي على مسرح قلعة حلب بمناسبة عيد الشبيبة 53 بعنوان شبيبة الأمل علم وعمل. ضياء قدور والتفاصيل. احتفالا بالذكرى 53 لعيد الشبيبة وتحت رعاية المهندس هلال هلال الأمين المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، أقام اتحاد شبيبة الثورة احتفالا مركزيا على مسرح قلعة حلب بمناسبة عيد الشبيبة 53. أنا بتشكر منظمة اتحاد شبيبة الثورة اللي أولت حلب هذا الاهتمام وهذا العيد اللي كلياتنا نحن فرحانين في عيد اتحاد شبيبة الثورة اللي عانت معانته اتحاد شبيبة الثورة من طلاب من قذائف الحقد على المدارس والجامعات، واليوم تتوج هذه بنصر سوريا عامة ونصر حلب خاصة، بأن تكون حلب هي التي تستضيف هذا العيد الشبيبة. اليوم بعيد الشبيبة 53 قررنا بقيادة الاتحاد أن يكون الاحتفال المركزي بحلب لرمزية حلب الحضارية والتاريخية والأدبية أيضا، لما قدموه أهالي حلب من تضحيات جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري. اليوم مثل ما شايفين شباب حلب وأهالي حلب كلهم موجودين معنا، هاي الانطلاقة من حلب لحتى نقول لكل العالم أنه هاي حلب، هدول شباب سوريا اللي راح يعملوا البلد، وإن شاء الله المرحلة القادمة هي مرحلة العمل والبناء، وانطلقنا اليوم من محافظة حلب إن شاء الله. تضمن الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والفلكلورية، إضافة للوحة فنية شاملة لكل المحافظات السورية، كما تم تكريم بعض الكوادر الشبيبية. نحن عم نحتفل بالذكرى 53 لعيد تأسيس منظمتنا الغالية منظمة اتحاد شبيبة الثورة. طبعا اليوم كان يوم كرنفالي حافل لمدينة حلب، بلشنا بماراثون ثقافي رياضي محيط الحديقة العامة، بعدها كان في عنا معرض تصوير ضوئي بيحكي عن حلب كيف كانت قبل الحرب، كيف دمر الإرهاب، وكيف كان له شبيبة حلب لها دور كتير كبير بإعادة القلق لمدينة حلب عن طريق فتح الشوارع وخلت الأهالي يرجعوا لبيوتهم سالمين. ومثل ما شايفين هلا احتفاليتنا المركزية الكبيرة وختام يومنا هذا بقلعة الصمود قلعة حلب. شبيبة الأمل علم وعمل، شعار اختارته منظمة الشبيبة لتؤكد من خلاله أن جيل الشباب كان ولا زال حجر الأساس في بناء المستقبل. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. التقى وزير التربية الدكتور دارين طباع رئيس غرفة تجارة حمص إياد السباعي وأعضاء مجلس الإدارة لبحث سبل تعزيز التعاون بينهما، حيث أكد الوزير طباع جاهزية الوزارة لتفعيل التعاون بمختلف أشكاله، لافتا إلى وجود اتفاقية مع غرفة التجارة دمشق تعمل بموجبها الغرفة على إجراء دورات مشتركة في مجال الريادة والتسويق والمحاسبة وغيرها واستقطاب المتدربين في سوق العمل، مبديا الرغبة في إعداد اتفاقية مع غرفة تجارة حمص على غرارها. بدوره قدم السيد أتاسي لمحة موجزة عن أعمال الغرفة منذ بداية دورتها الجديدة، حيث تم العمل على إعادة تجهيز السوق وسط المدينة ومتابعة العمل الاجتماعي وبناء العلاقات مع التجار، فضلا عن الإنجاز في المجال التعليمي وإجراء دورات مجانية في مجالات متعددة، لا سيما في مجال ضبط الجودة بعد إعادة تأهيل ومراكز تأهيل والتدريب. طبعا أول شيء الشكر للسيد وزير التربية الدكتور داريم على اللقاء، لقاء مثمر كان، تم في إيضاح سبل التعاون بين غرفة تجارة حمص ووزارة التربية لإحياء نشاطات طبعا، ونحن أكدنا على موضوع بإعادة مركز التأهيل والتدريب المهني بغرفة التجارة، والدورات بمختلف الاختصاصات راح تكون بالمرحلة القادمة بغرفة التجارة مجانية لكل المتقدمين، وإن شاء الله نحن بصدد توقيع اتفاقية مع وزارة التربية بعدة أمور
بالتشارك مع الوزارة، وإن شاء الله بكون قادم خير وأجمل لسوريا. التقى وزير التربية الدكتور دارين طباع رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة أهل الشام ميساء رسلان لنقل الواقع التعليمي والصعوبات واقتراح الحلول والمعالجة، وذلك بمشاركة أعضاء برلمان أطفال ريف دمشق. كاميرا التربوية حضرت وعادت بالتقرير الآتي. التقى وزير التربية الدكتور دارم طباع رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة أهل الشام ميساء رسلان بمشاركة أعضاء برلمان أطفال ريف دمشق، وذلك لنقل الواقع التعليمي والصعوبات واقتراح الحلول والمعالجة، مؤكدا وجوب الاستناد إلى المهارات الحياتية وجعلها الأساس للمواطنة. مؤسسة مبادرة أهل الشام نشأت بالأزمة، كان هي بتغيث كل الأراضي السورية، بداية بحمص مشينا قوافل، بعدين انتقلت إلى ريف دمشق، والآن نحن نعمل بمجال التنمية والإغاثة. كمان عنا ملفين هن طلاب العلم وملف الأيتام وملف الطبي. جايين لهون نحكي همنا، هم الأساتذة، حلم كل طالب جايين لهون، يعني بصفتنا نحكي مشاكل كل الطلاب. ما جايين اليوم نقابل سيادة الوزير التربية لحتى نزوده بالمشاكل اللي عنا بمنطقتنا ونطرح عليه بعض الأسئلة وبدنا حلول. يذكر أن مؤسسة مبادرة أهل الشام أسست في ظل الحرب على سوريا تحت رعاية السيدة أسماء الأسد، وبدأت في حمص وانتقلت بعدها إلى ريف دمشق، وهدفها تنموي وإغاثي وطبي، وتستهدف الأيتام وطلاب العلم، وتضم 59 جمعية. كرمت مدرسة الصباقة الخاصة في دمشق تلاميذها المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي وأطورها التعليمية، حيث أكد وزير التربية خلال التكريم أن التكريم يمنح الأبناء حافزا للاستمرار في الجد والتفوق. ريم عليا وهذه التغطية. كرمت مدرسة الصداقة الخاصة في دمشق تلاميذها المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي وأطورها التعليمية بحضور وزير التربية الدكتور دارم طباع، الذي أكد أن التكريم يمنح الطلاب حافزا للاستمرار في الجد والتفوق. دائما عملية التكريم هي عملية شعور المعلم وشعور المدرسة بأن ما تم إنجازه خلال العام الدراسي بدنا نحن نحصل على ثماره. دائما عملية التكريم هي عملية حالة تحفيزية للطلاب اللي اشتغلوا خلال العام المنصرم، وخلال الطلاب اللي رح يجوا هلا للعام الدراسي 2022 يكون عندهم حافز لنشاط جديد. اليوم جايين نحتفل بطلاب الصف التاسع اللي تخرجوا دفعة 2020-2021، جايين نقول لهم مبروك لهذا النجاح اللي حققوه. حابين نقول لهم انه النجاح ما بيصير الا بالعمل، وبنحب نذكرهم دائما ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. هن عماد الوطن وهن حاضره ومستقبله، وبنتمنى نشوفهم باعلى المراتب ان شاء الله. الطلاب المتفوقون أعربوا عن سعادتهم لما حققوه من إنجاز علمي كان حصيلة جهد وثمرة تعب أعوام سابقة، وهم اليوم يحصدون النتيجة، مؤكدين أن التفوق هو نتاج تعاون وتكامل بين الأهالي والمدرسين والطلاب، مع وجود التصميم والإرادة لتحقيق التميز خدمة للوطن ورسالته الحضارية والعلمية. طبعا نحن بعد الأهل الأستاذ هو يكون فرحان أكثر شيء، أسرة المدرسة فرحانة أكثر شيء. الحمد لله اشتغلنا طول السنة، أنجزنا إنجازات طيبة، وبالأخير حصدنا النتيجة بما شايفة قدامك، نسبة نجاح 100% على مجاميع رائعة جدا. الله يعطيهم العافية الشباب ما قصروا، والأساتذة الكادر كان كثير منيح. نحن حاولنا نكون صيت الوصل بين الأساتذة وبين الطلاب، والحمد لله كل شيء كان على خير ما يرام. نحن جايين اليوم عن نجاحنا وتفوقنا لأنه نحن نجحنا بصف التاسع. حابين نشكر المدرسة على تعبها اللي بذلته معنا بهي المرحلة، والمدرسة حبت أنه تشكرنا وتعملنا حفلة صغيرة تكرمنا يعني على نجاحنا. كان الدعم بشكل أساسي من المدرسة ومن الكادر التدريسي، كلهم كانوا مساعديننا، وما ننسى الدعم المعنوي من الأهل والأساتذة والأصدقاء معنا من المدرسة. المتفوقون هم الثروة الحقيقية التي يملكها الوطن، ويجب تقدير جهودهم وحثهم على المزيد من الجد والنجاح العلمي، فهم الشعلة التي تضيء لنا الظلام، وهم الجنود الذين يحاربون الجهل والخرافات. تشارك وزارة التربية واتحاد شبيبة الثورة مع مؤسسة المهاتما غاندي لليونسكو للتربية والسلام والتنمية المستدامة في جمع مليون عمل من أعمال الخير واللطف والتعاطف،
التي سيقدمها الشباب السوري ليتم عرضها بهذه المناسبة لتعزيز ثقافة اللطف. هذا وتدعو الوزارة والاتحاد الشباب والشابات في الجمهورية العربية السورية لمشاركة أفعالهم اللطيفة والخيرة في النسخة الثالثة من مؤتمر الشباب العالمي حول اللطف، وتدعوهم إلى دعم يوم اللطف العالمي في 13 من شهر تشرين الثاني القادم بعرض أنشطتهم في هذه المجالات. يذكر أن هذه الحركة العالمية تروج لثقافة المحبة والتعاطف وتمكين الأفراد والمجتمعات من تولي المسؤولية الشخصية والمجتمعية في الإشراف على القضايا المحلية المهمة، وصولا إلى الأهداف العالمية في جعل أصول التعامل اللطيف جزءا من حياتنا اليومية. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا مديرية تربية حلبة تتابع الواقع التعليمي في مدارس المحافظة وريفها. مديرية تربية حلبة تتابع الواقع التعليمي في مدارس حلب وريفها، وتؤكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والاهتمام بالمواد الفنية والرياضية. من مدرسة الملكة بلقيس كاميرا التربوية أعدت التقرير الآتي. تواصل مديرية التربية بحلب جولاتها الدورية على المدارس لتفقد الواقع التعليمي فيها، من ملء الشواغر إلى إعطاء الدروس وصولاً للكتاب المدرسي. ضمن جولاتنا الميدانية على مدارس التعليم الأساسي في مدينة حلب، نقوم بزيارة المدارس للإطلاع على حسن سير العملية التربوية والتعليمية في مدينة حلب، ومتابعة توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ وتلافي النقص في الكتب، والتأكيد على مدراء المدارس باتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا، على التوجيهات الوزارية وفي تفعيل الرياضة المدرسية ضمن مدارسنا عند كافة التلاميذ. نقوم اليوم بجولة على بعض من المدارس لمتابعة تنفيذ هذه الرياضة ومتابعة والعمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر التطوير الرياضة المدرسية الذي يتم بالتشارك مع كافة المنظمات الشعبية. مدرسة الملكة بلقيس وهي بيت قديم مكون من طابقين عمرها أكثر من 70 عام، ورغم صغر حجمها إلا أنها تستوعب تلاميذها بكل حب لتقدم لهم العلم والمعرفة. مدرسة الملكة بلقيس عدد الكلي 422 طالب، عدد الشعب 17 شعبة، المعلمون يقومون بعملهم على أتم وجه، الالتزام بالدوام، تم توزيع الكتاب المدرسي بشكل جيد لجميع الطلاب، وطبعا نقوم بالإجراءات الاحترازية حسب وزارة التربية ضمن فيروس كورونا لنقوم حماية أطفالنا وتعقيم يوميا مع مشرفين الصحة مواد التعقيم وتنظيف الحمامات، والمستخدمين يقومون بعملهم على أتم وجه. التزام كامل من المعلمين والتلاميذ واهتمام بالمواد الفنية والرياضية ومتابعة مستمرة من الإدارة لسير العملية التعليمية بالشكل الأفضل. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. بالعيد 53 لتأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة، حفل شبيبي تربوي بطرطوس تحت شعار شبيبة الأمل علم وعمل. ماهر مرشحة والتفاصيل. احتفالا بأعياد تشرين المجيدة واحتفاء بالعيد 53 لتأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة وتحت شعار شبيبة الأمل علم وعمل، أقيم حفل شبيبي تربوي نفذته وحدة الشهيد مصطفى حيدر وبالتعاون مع رابطة المدينة الثانية بفرع شبيبة طرطوس. هذه المناسبة أقمنا حفل في وحدة الشهيد مصطفى حيدر، من خلاله تم تكريم إدارة المدرسة على مساهمتها الدائمة في نجاح العمل الشبيبي، وتم تكريم عدد من رفاق الشبيبيين الفائزين بالمسابقات الفرعية في قطاع المدرسة. أيضا تم أداء القسم للمرفقين فعين الجدد في العضوية العاملة وتقديم بعض الفقرات الرياضية والفنية من تدريب أنشطة الرياضة في المدرسة. فينا اليوم مناسبة عيد الشباب 53 لنعيد
لنعيد الشبيبة ونكون مع بهذا الحفل البسيط قدرات المتواضعة. كنا أحيانا الحفل وكل عام منظمتنا الغالية بألف خير يا رب. حبينا اليوم نحتفل بعيد الشبيبة 53 مع رفاقنا الشبيبين برقصة فنية رياضية، حبينا هيك نعمل أجواء وشوي حلوة مع بهذا العيد المميز كتير، وكل عام وأنتم بخير. وعبر عدد من الرفاق المنتسبين والرفاق المكرمين عن سعادتهم بانتسابهم لمنظمة الشبيبة وعن عميق شكرهم وامتنانهم لهذا التكريم. سعيد جدا لانتساب منظمة الشبيبة، وأنا سعيد جدا لعيد ميلاد 53 لمنظمة الشبيبة، وكل عام وأنتم بخير. أبارك بانتسابي لهذه المنظمة ولرفاقنا الشبيبيين بهذه المنظمة، وكل عام وأنتم بألف خير. أنا اليوم سعيد لأداء القسم وانتساب إلى منظمة شبيبة الثورة علم وعمل. بشكر أنا فرق اتحاد شبيبة الثورة بالطرطوس على تكريمي، والإدارة كمان مدرسة مصطفى حيدر، وبنصح الكل أنه يكمل تحصيل الدراسة والأمل بالعمل. وكل عام ومنظمتنا الغالية بألف. تسعى منظمة اتحاد شبيبة الثورة من خلال أنشطتها إلى تمكين الشباب وزيادة وعيهم وتنمية قدراتهم وصقل إبداعاتهم في كل المجالات، إيمانا منها بأن الشباب هم عماد الوطن. للفضائية التربوية السورية، ماهر مرشحة، طرطوس. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. منظمة اتحاد شبيبة الثورة تقيم احتفالية مركزية بمناسبة عيد الشبيبة 53 في قلعة حلب. وزير التربية يلتقي أعضاء برلمان أطفال ريف دمشق لمناقشة الواقع التعليمي وصعوباته. وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة تشاركان في المؤتمر الثالث لشباب العالم حول اللطف. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على فيسبوك. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.